موضوع الفراولة ده، الفراولة بتاع الفراولة لازم ايه نديها كده ايه واحدة ديزيرت كده نديها بالفراولة عشان نشوف ليه الموضوع هيبقى ماشي ازاي معانا. فعاملينها بالجلاش. بص والله مش هكدب عليكم، احنا كنا عاملينها بعجينة البيف باستري ولكن ما لقيناهاش، مش موجودة اصلا، مش متوفرة وغالية جدا. فقلنا لهم لا خلاص يا جماعة نشتغلها بالجلاش وهنطلعها ان شاء الله حلوه جدا. هنشوفها ازاي اصلا هنطلعها تبقى في فورم الكب كيك قدام حضرتك اهيت. فجميله وهنطلعها ان شاء الله تبقى زي الفل. هنعمل لكم حاجه كده بالكاستر والفراوله بيها هتعجبكم جدا. انا بس بقطع ايه شويه فراوله مكعبات. فراوله السنه دي حلوه قوي 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 يعني. قطعنا كده شويه كده حلوين، ممكن ناخد يعني كمان واحده كمان ناخد الفراشه الحلوه ديت اهي. اقول لك على معلومه حلوه على الفراوله، لما تيجي تشتريها ممكن نقرب بقى بالكاميرا هنا. ما لما واحنا بنشتري الفراوله ما تشتريش دي اللي هي البيضه ديت، ما تبقاش حلوه، تبقى خضرة خيار. اشتري اللي هي كلها حمراء من فوق من تحت، تلاقي نفس درجة الاحمرار بتاعتها من تحت زي فوق، هي دي اللي بتبقى سكر، واللي بتبقى الحباية الوسط ديت بتبقى زي الفل. وهقول لكم إن شاء الله في حلقة هجيب أنواع الفراولة اللي موجودة في السوق وأشرح لكم أنواعها وكل حاجة بتستخدم لإيه، إيه اللي أنت تستخدميه للمربى، إيه اللي أنت ممكن تستخدميه للتورت والجاتوهات والحاجات ديت، إن شاء الله نعمل لكم وصفة عليها. بس هي الفكرة وأنت بتشتريها حاولي ما تجيبيش اللي هي الحتة اللي بتبقى فيها بيضة ديت، لو لقيت فيها بيض كتير ما تشتريهاش، تبقى بصراحة طعمها مش حلو، بتبقى زي الخيار. يلا تعالى يا أستاذنا هنا بقى. هنا أنا حطيت نص لتر لبن من النار، نص لتر حليب على النار في حلة. أحط هنا أيوه أحط هنا بقى إيه بقى؟ معلقة كاسترد أهو، معلقة كبيرة كده مليانة كلام جميل في بولة، معلقتين نشا، دي واحد ادي اتنين كلام جميل، هقوم واخد عليهم واحد عدد بيضة، شوية فانيليا صغيرين، نص كوباية من السكر البودر، وبعد كده بقوم واخد عندي شوية مية أو شوية حليب بردين ونقوم واخدينهم كده مع الكلام ده كله مع بعضه ونقلب. بالظبط عشان نعمل كاستر. تعالوا بقى نشوف عندنا الحليب اللي عندي على النار، بسم الله أهو هو بيغلي كده عندي، بقوم نازل عندي بخيط كده أهوت وننزل نربط البشوات دي كلهم مع بعضهم. ده كلام جميل. ولسه يتحط معاها ايه فراوله كمان. القبات دي بتعمل ازاي بقى؟ الجلاش بجيبه بقطعه عندي مربعات زي ده كده ماشي اهو، شوية سمنة صغيرين جدا، بعدين كده ونحط كل واحدة عكس التانية كده، فرشة سمنة كده بسيطة كل واحدة عكس التانية كده اهو، فرشة سمنة حاجة بسيطة جدا، لان لو ما حطيتش السمنة ما الجلاش ده هيبقى ناشف معاكي قوي ومش هينفع معاكي يعني. بعد كده تقومي حاطه ديت وعامله هو في اي نشا ولا حاجه زياده تمسحيها بتبقى عندك بالشكل ده. بنروح فين عند فورم الكب كيكس بتاعتنا ديت ونقوم حاطين دي كده نقلب، وطبعا بنبقى دهنين الفورمه ديت، واسكن الباشا ده هنا كده جميل. والاخبار هنا
لازم طبعا عشان ما يعملش طبقه كده من تحت لازم نقلب نقلب لحد بصي ما ربط معايا وبقى زي الفل. الله، نشيل ونروح هنا واخدين كبشه 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 اهي. فراوله اللي احنا قطعناها مكعبات نقوم حاطينها فين؟ على الصوص ده. نقلب ماشي، اخد بقى شويات شويات كده ونروح فين؟ عندي هنا وصب على درجة حرارة هادية لحد ما يبدأ اللي هو يستوي والطبقة من فوق تعمل وش كده وبتبقى حاجة عظمة. بص يا باشا الجلاش والفراولة والكاستر، بص الحلاوة، بص الألوان اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار هنا يا جامد؟ الله، بص بقى الحلاوه اهو. والله كان المفروض بيطلع يا جماعه نعمله بعجينه الملفيه ولكن ايه ما كانتش موجوده فعلى طول غيرنا البلان على طول. بنتصرف بنتصرف ولازم نتصرف، يعني احنا هنا بنتحط في مواقف كتير جدا جدا وما بحبش اضغط على الانتاج او المشتريات، لان احنا هنا مثلا بنعمل سكريبت لازم نكون عندنا الشيفات لازم يكون عندها ليونه، وانت برضو تكون في بيتك كده برضو يكون عندك ليونه، لو مش عندك حاجه تضيفي تصرفي في حاجه ثانيه وتطلعيها. يعني دي هتطلع حلوه جدا. يعني جربيها كده بعد ما تبرد كده وفيها الكاسترد وفيها الفراوله وبتاع، جربيها وشوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي. في ناس كتير بتعطل لو مش موجوده الحاجه، ستات بيوت قصدي عليهم يعني، بتعطل لو حاجه دي مش موجوده. مش هينفع اطلع على الشغل، لا ينفع. اهو سكر باودر من فوق كده ماشي، وبالهنا والشفا.